الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا مع موسوعة الأخلاق. أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها: صلة الإنسان بخالقه، صلة الإنسان بالإنسان، صلة الإنسان بنفسه، صلة الإنسان مع الأحياء، ومن هذه الأحياء الحيوانات والجمادات. أولاً، صلة الإنسان بخالقه، وهي تفرض على الإنسان الإيمان به والاعتراف له بكمال الصفات والأفعال وتصديقه والتسليم التام لحكمه وعدم الكفر والكبر والجحود. أما الصلة بين الإنسان وبين الناس وصور السلوك الأخلاقي في هذا القسم، منها الصدق والأمانة والعفة والعدل والإحسان والعفو وحسن المعاشرة والمواساة والمعونة. أما الصلة بين الإنسان ونفسه وصور السلوك الأخلاقي في هذا القسم، منها الصبر على المصائب، ومنها الأناة في الأمور، ومنها النظام والإتقان في العمل وعدم الاستعجال. وكل ذلك يدخل في حسن إدارة الإنسان لنفسه. أما الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة، وتتصور في الرحمة بالحيوان والرفق في معاملاتها. قال عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما هي خصائص الأخلاق الإسلامية؟ الأخلاق الإسلامية لها خصائص هي نفس خصائص الشريعة الإسلامية، لأن الأخلاق جزء من الشريعة الإسلامية. فالأخلاق الإسلامية ربانية المصدر، مصدرها الكتاب والسنة، ولا مدخل فيها للآراء البشرية ولا النظم الوضعية ولا الأفكار الفلسفية. ولذلك اتسمت بسمة الخلود والصدق والصحة. شأنها شأن الشريعة، فالشريعة عامة خالدة كاملة شاملة، تحدث الانسجام مع الفطرة، تواكب الحداثة والتطور، تربط الأرض بالسماء وتربط الدنيا بالدار الآخرة. فمن هذه الخصائص الشمول والتكامل، وهي خاصية منبثقة من الخاصية الأولى وهي الربانية، وذلك لأنها تراعي الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه، وتراعي أهداف حياته طبقاً للتصور الإسلامي، وتشمل كافة مناشط الإنسان، وتستوعب حياته كلها من جميع جوانبها،
وهي لا تقف عند حد الحياة الدنيا بل تربط الدنيا بالآخرة كما ذكرت، وهي صالحة لكل زمان ومكان، فهي ربانية لا يطرأ عليها أي تغيير أو تبديل، لأنها ليست نتاجاً بشرياً بل هي وحي من الله سبحانه وتعالى. ومن الخصائص الإقناع العقلي والوجداني، فهي توافق العقول الصحيحة والفطر السليمة، يقنع بها العقل السليم ويرضى بها القلب، فتجد طمأنينة تجاه الحسن من الأخلاق، فلا يختلف عقل حول أهمية الأمانة، أهمية الصدق، أهمية الإحسان، أهمية الإيثار، فكل هذه الأخلاق يوافق عليها القلب السليم والعقل الصحيح. من خصائص الأخلاق المسؤولية، فهي تجعل الإنسان مسؤولاً عما يصدر منه في كل جوانب الحياة، سواء كانت مسؤولية شخصية أو جماعية. قال الله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. سئل عمر بن عبد العزيز عما جرى بين الصحابة في صفين والجمل، ماذا قال؟ قال: تلك دماء عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. مسؤولية الكلمة. فإذا كان هذا في الكلام ففي سائر التصرفات من باب أولى. من الخصائص العبرة بالظاهر والباطن من الأعمال معا، فالمسؤولية ليست عن ظاهر الأعمال فقط. قال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحب والكره عمل قلبي يترتب عليه آثاره، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال يحبون، لسه ما قالش يفعلون، مجرد يحبون. والحب عمل قلبي، فالعبرة بالظاهر والباطن وليس الظاهر فقط، فهي لا تكتفي بالظاهر من الأعمال بل يمتد الحكم ليشمل النوايا والمقاصد، وهي أمور باطنة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الخصائص الرقابة الدينية، فالرقابة تعني مراقبة المسلم لجانب مولاه سبحانه وتعالى في جميع أمور الحياة، فهي رقابة ذاتية ونابعة من التربية الإسلامية الصحيحة ومن إيقاظ الضمير. فإذا كان المسلم يعلم أن الله تعالى معه وأنه مطلع على حركاته وسكناته، فإنه يكون رقيبا على نفسه ولا يحتاج إلى رقابة الغير عليه. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: يعلم السر وأخفى، وقال: إن الله كان عليكم رقيبا.
فمن أفلت من رقابة السلطة فإنه لن يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أكبر ضمان لعدم الانحراف، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. المرأة قالت لابنتها اخلطي الماء باللبن، قالت يا أمه إن أمير المؤمنين أرسل مناديا في المدينة وقال لا يخلط اللبن بالماء، لا يخلط اللبن بالماء الذي يباع في السوق. فقالت لها الأم وأين أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا الآن. بينما أمير المؤمنين يسمع هذا الكلام، فقالت البنت يا أماه وأين الله؟ إذا كان عمر لا يرانا فإن الله عز وجل يرانا. سيدنا عمر رضي الله عنه خطب هذه البنت لابنه عاصم، فأنجبت من عاصم ابن عمر بن الخطاب بنتا تزوجها عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عبد الملك بن مروان. عبد العزيز بن مروان خلف مين؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. فلما تولى الخليفة الخامس الراشد أمور الحكم من بني أمية، وهو يعتبر من بني أمية لكن له أصول إلى عمر بن الخطاب من جهة مين؟ من جهة الأم. فعدل فيهم وأعاد سياسة الخلافة الراشدة وصادر أموال بني أمية وأعادها إلى بيت المال لينتفع به الشعب. بني أمية قالوا هو ده اللي جالنا من نسب عمر بن الخطاب، حد قال لكم يعني روحوا نسبوا عمر بن الخطاب؟ أه رجع لنا الخلافة الراشدة تاني وصادر أموال. كان سيدنا عمر حريصا على أن يزوج ابنه لهذه البنت التي تراقب الله سبحانه وتعالى. عمرو بن ميمون بيقول سافرت مع عمر بن الخطاب من المدينة إلى مكة، فمررنا براعي غنم، فقال له عمر بن الخطاب يا راعي الغنم اعطنا شاة. قال يا سيدي هذه الغنم ليست ملكي، أنا والغنم ملك لسيدي. قال اعطنا شاة بدينار، فإذا سألك سيدك قل له أكلها الذئب وهو يختبره بذلك. فقال راعي الغنم وأين الله يا سيدي؟ فاشتراه عمر بن الخطاب وأعتقه وقال هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا وإني لأرجو من الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها ترتبط تربط الجزاء الدنيوي بالجزاء الأخروي، ولهذا وجد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعملون. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من وسائل اكتساب الأخلاق، من أين تكتسب الأخلاق في الإسلام؟ أولاً من تصحيح العقيدة. العقيدة هي الطريق الصحيح للأخلاق الإسلامية، فالسلوك ثمرة العقيدة، وأي سلوك أخلاقي منحرف ناتج عن خلل في العقيدة. إن السلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقد وما يدين به من دين،
والانحراف في السلوك ناتج عن خلل في المعتقد. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن وسائل اكتساب الأخلاق العبادات. العبادات ليست طقوسا مبهمة أو أعمالا غامضة أو حركات لا معنى لها، بل هي تعويض على الأخلاق الصحيحة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة غرس لمشاعر الحنان والرأفة والتعاون والألفة بين طبقات المجتمع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهرة للأغنياء من الشح والبخل، وطهرة للفقراء من الحقد والحسد. والصوم ليس هو حرمان مؤقت من الأطعمة والأشربة، بل إنه خطوة إلى ترك الشهوات المحظورة والنزوات المنكورة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج كذلك، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الذي يمنع من الجدال يمنع من الشتائم والسباب وما فوق ذلك. من وسائل اكتساب الأخلاق الارتباط بالقرآن الكريم. لا شك أن هذا القرآن كتاب هداية ومنهج حياة، والارتباط به يحقق الهداية والأخلاق الفاضلة المحمودة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في العبادات والمعاملات والأخلاق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن اشتمل على الأمثال والقصص والعبر. فالأمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم وتهذيب النفوس وتغيير السلوك. وللقصص القرآني أثر بالغ في نفس القارئ والسامع، تهفو لها النفوس وتطمئن بها القلوب وتسمو بها الأرواح، وفيها الفوائد والعبر والدروس والإرشاد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من وسائل اكتساب الأخلاق التدريب العملي والرياضة النفسية. إن التدريب العملي ولو مع التكلف في أول الأمر وقصر النفس على غير ما تهوى من الأمور التي تكسب النفس الإنسانية العادة السلوكية، طال الزمان أو قصر، والعادة لها تغلغل في النفس الإنسانية يجعلها أمرا محببا، وحين تتمكن في النفس تكون بمثابة الخلق الفطري الجبلي. كما ذكرنا أن رياضة الأبدان تكسب الأبدان مهارات، وكذلك النفوس، رياضة النفوس تكسبها أخلاقا جديدة محمودة. ولذلك ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. واعتمادا على وجود الاستعداد الفطري لاكتساب الخلق، وردت الأوامر الدينية
بفضائل الأخلاق والنواهي عن رذائل الأخلاق، وليس تدريب النفس ببعيد الشبه عن التدريب البدني الجسدي الذي يكتسب به المرء مهارات عملية جسدية. من الوسائل التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق. على المرء أن يستذكر دائما ويحتسب ثواب حسن الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإن حسن الخلق لا يبلغ إلى درجة الصائم القائم. الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. من الوسائل أيضا النظر في عواقب سوء الأخلاق، وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم والهم اللازم والحسرة والندامة والبغضة في قلوب الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها، أي عقوبات المعاصي وسوء الأخلاق، سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. وعلى قدر الطاعة تكون المنزلة. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار. وتأمل عاقبة هذه المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها سيئة الأخلاق في معاملة الجيران. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، إنها من أهل النار. كذلك من الوسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنصح والتذكير من صميم الأساليب التربوية الإسلامية لتنمية القيم والأخلاق الإسلامية في نفس المسلم. إن أبا ذر لما بلغه بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع أخوه فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم.